السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا إن شاء الله زراعة ذرة، وطبعا نقلب التربة مثل ما نلاحظ. طبعا عندنا عدة أحواض، تقريبا 8 أحواض. طبعا هذه خلاص تم تقليب التربة ومساواتها، ونفس الحالة في هذه، ونفس الموضوع في هذه. طبعا الحين مثل ما نلاحظ نزرع الذرة. طبعا هذا حوض ثاني جاهز، الحين بيقلب التربة بالبذور. طبعا مثل ما نلاحظ في التربة انها مخلوطة بالسماد، السماد المخصب البقري، ولا فيها اي مواد اضافية او كيماويات او اسمدة صناعية. والحين وصلنا لنهاية الحوض. طبعا عشان ما نخليكم تنتظروا، هذه اسبوع من زراعة الذرة. مثل ما نلاحظ ما شاء الله مرتب، هذا بعد اسبوع من زراعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم الاشتراك في قناتي زهرة الكاذي للمعلومات الزراعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.